ازاي ممكن يتم التوافق والتنسيق بين الوزارات يا دكتور؟ زي مثلا مشكلة الحيز بالنسبة لوزارة الزراعة، البناء على الأراضي الزراعية ده مهم جدا برضو يوصل للناس. ازاي ممكن يتم التقنين الوضع بتاعهم أو إنهم يستفيدوا من القانون الجديد؟ احنا عندنا في القانون الصدر الجديد ده سمح بالتصالح في الكتل القريبة، وسماها كده الكتل القريبة او المتاخمة للأحوزة العمرانية، بشرط ان تكون مأهولة بالسكان سواء سكني او غير سكني، وان يكون وصل لها المرافق، يعني مشغولة ووصل لها المرافق. المرافق حتى ما حددش القانون ايه نوع المرافق، يعني ما اشترطش ان يكون، يعني لو وصل لك مية اوكي، وصل لك صرف صحي بس، معظم الاماكن دي وصل لها ميه وكهرباء لكن ما عندهاش صرف صحي، فبالتالي يعني مش شرط ان يكون ما وصل لكش صرف صحي بس عندك ميه وكهرباء والمنطقه متاخمه للحيز العمراني يقدر يرخص، هيتم التصالح عليها. طب مين اللي هيحدد مين الكتل القريبه من الاحوزه العمرانيه وفقا للقانون؟ هتحددها وزاره الزراعه. طب حصل تخوف من النواب في مجلس النواب ان احنا نعيد الاشكاليه تاني ونقول ان وزاره الزراعه، هو طبقا للدستور الماده 29 من الدستور بتنص على ان احنا على الدوله ان تكفل حمايه الاراضي الزراعيه والرقعه الزراعيه، فبالتالي احنا عندنا اشكاليتين، فاحنا بنحاول نعالج الاشكاليه الدستوريه ان احنا ما نتوسعش في هذا الموضوع. فاصبح عندنا اشكاليتين متعلقين بايه؟ الكتل اللي هي خارج الأحوزة العمرانية القريبة منها والمتاخمة واللي وصل لها مرافق سواء نشاط سكني أو غير سكني، وفي حاجة ثانية اسمها المتناثرات. المتناثرات بقى اللي هي مثلا إيه بره القرية كده في 3-4 بيوت، دولت وضعهم إيه؟ هيتم التوافق عليهم إزاي؟ هي دي النقطة اللي هتحددها اللائحة التنفيذية، برضه دي هتبقى راجعة لوزارة الزراعة. بس إحنا بنقول إن 80% من إشكالية الكتل القريبة والمتاخمة للأحوزة العمرانية هتتحل، هيتبقى عندنا المتناثرات، ودي مش نسبة كبيرة بس هنقول ايه فيها، يعني برضو هناك في مرونة. اذا وزارة الزراعة رأت ان الارض دي تم تبويرها ومش وصل لها مية في المتناثرات وممكن ان هي يتم التصالح عليها ومش هينفع نزلها، مش هنقدر نزلها او نقدر نرجعها لأصلها، ممكن يبقى في هناك مرونة من وزارة الزراعة في الموافقة على التصالح عليها. لكن الأساس الإشكالية الكبيرة اللي هي البلك الكبير في هذا الموضوع اللي هو الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، هذا القانون هيحلها إن شاء الله وتتحل. وبعدين بعد كده لو ضمت للحيز العمراني أصبحت تعامل إيه؟ معاملة القرية نفسها المتاخمة ليه؟ يخضع بقى للقانون الأصلي اللي هو القانون 119. لو ضمتها يبقى من حقك فيها الإحلال والتجديد والتعلية والكلام. طب لو ما ضمتهاش وفضلت بره وتم التصالح عليها، في ناس بتقول لك طب انا بنيت خلاص وانت انا باني على 50 60 متر وعايز اعمل دور تاني اوسع على نفسي، وزاره الزراعه ما بتوافقش، فدي محتاجه تعديل في قانون الزراعه. في القانون اللي تبع وزاره الزراعه لو هي هتفضل، يعني هتفضل بره الحيز العمراني، لو ضمت للحيز العمراني خلاص الاشكاليه اتحل، لكن لو فضلت بره هتحتاج تعديل. وبرضه الحكومه وعدت في اثناء المناقشات الخاصه بالقانون في مجلس النواب، قالت لهم انهم هيتم تعديل قانون الزراعه بحيث ان الاماكن اللي تم التصالح عليها ويسمحوا لها بالتعليه، لان خلاص انت الحته اللي عليها الارض انت اتصالحت عليها خلاص ومش هترجع زراعيه تاني، فبالتالي ايه اللي يمنع انك تبني عليها دور او اتنين او تلاته طالما ان المنطقه تسمح او المرافق فيها تسمح انها تستوعب، فتخضع للقانون الاصلي اللي هو 119. فدي برضو من الحاجات الاشكاليات الكويسه جدا اللي وضعت في هذا القانون تحل هذا الموضوع. الإشكالية برضو التانية إن كان التصوير الجوي بالنسبة للقرى واللي خارج الحيز العمراني والأماكن، إحنا لو جوه المدن والمحافظات مفيش مشكلة، معروف الحيز العمراني معروف ومتحدد والمناطق معروفة إن دي يعني تقدر مش محتاجة التصوير الجوي، لكن بالنسبة للي بره كان 30/9/2022، ففي القانون الجديد أثناء المناقشات تم زيادته الى 15/10/23. مش فاهم دي يا دكتور، يعني انا عشان اروح اقدم وانا باني خارج الحيز العمراني او على ارض زراعيه كان هيسمح في هذا القانون بالتصالح للناس اللي بنت قبل 30/9/2022، وحاليا للي بنت قبل 15/10/23.
لان انا في مده سقطت على بال ما القانون دخل وتقدم وتناقش دي يعتبر فالمده دي كانت دي فرجعوا لوزاره الدفاع وكانوا حاضرين ممثلي وزاره الدفاع ووزاره الزراعه وافقوا على ان يبقى يعتمدوا التصوير الجوي حتى 15/10/23 وده هيدي مساحه يعني احنا القانون كان بيتناقش في نوفمبر فبالتالي هم سمحوا لفتره قبل مناقشه القانون بحوالي 15 يوم او 20 يوم فبالتالي اللي بنى بعد كده لا خلاص ده بقى بنى في يعني تعمد ان هو يخالف وقال الحق انه في قانون خارج فاحنا معانا لغايه التصوير الجوي لغايه 15/10/23 ودي كانت ميزه كويسه ومرونه كويسه جدا من الحكومه بس اللي خالف بعد كده ده خلاص لا اللي خالف بعد كده خلاص أعزائي المشاهدين بنشكر الدكتور اللواء الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق والخبير في شؤون المحليات وإلى حلقة جديدة من برنامج ملخص وكان معكم أحمد حمدي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.